معروف اي واحد ما كيعرفنيش في الوجه ديالي ولكن معروف، وكنشكرو بزاف شوف تي في اللي جات عندي الدار ديالي في مكناس باش نحكي لهم اللي وقع ليا كلشي مع ولدي العزيز اللي عزيز عليا جدا ديالي اللي هرب وخلى التجاره وهرب ومشى لسبان دا المال المال ديال خوتو. انا ما بغيتش ليا، انا بغيت قلت له دي الباطو ديه الباطو دي الباطو ديه، ولكن العماره غادي تقسمها مع خوت ديرو نص بنص الى هذا المال ديالو يبين ليا منين جاب هذا المال. انا عندي منين جبت هذا المال بالحجج بالدليل، والناس الناظر تشهد كلشي، ولكن شكون اللي معروف هنا في المغرب هو علاش؟ لان اعظم الوقت ديالي كنقضيها على برا، عندي شركات، عندي شركه في بلجيكا، عندي شركه في هولندا، لحد الان عندي جوج شركات في هولندا، منها شركه اللي معروفه كتفوت مليون و200 اورو في السنه، كندخل المال كبير، ولكن عندي حوايج اخرين ما غاديش نذكرهم الا نذكرهم الناس اللي في الاداره يعرفوا اش كنقول. اما المعهد منين جا راه بدا من الثمانينات، راه درت انا يعني لو كان بغيت ندير على السميه ديالي ولدي ما ندير له حتى شي حاجه، ولكن علاش كان عزيز عليا بزاف والنادر عارف هو الكبير خلق 22 11 80 وهارب وطفى التليفون حتى الاتصال بغيت نتصل به ما كاينش. اش كندير اللي عندنا في الباطو اللي مقابل الباطو كنعيط له كنقول الله يخليك اتصل بيه باش يتصل بيا. اش كيقول؟ كيقول لك راه كيتصل بيا التليفون بريفي، فهمت؟ كنعيط لواحد انا عارف الا راه معاه، لان انا نعم 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 في رمضان كنت كندير واحد العملية، نعم لا أمور مزيانة دائما. نهار فاش بديت له لا 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 نهائيا، أنا إلا واحد العلم كان عنده دائما، قلت له قبل ما نكملوا هاد العمارة غادي دير، نعم غادي دير أنت وجوج خواتاتك وأنت يعني عندي جوج ولاد وجوج بنات ديروها بيناتكم، أما الباطو بصحتك عطيت لك ها عنده الوكاله المفوضيه دي الاملاك ديالي كله من 2002 كان عنده في 20 عام 22 21 عام كان كيدي كل شيء. ها هي الوكاله عندي دابا، حتى الوكاله منين بغيت باش نحيدها مشيت درت له تنازل على الوكاله راه عندي. اش كيقولوا؟ قال لك خصي توصل، نعم. اما هاد ولدي ربيت واحد التربيه ما كايناش، نعم ولدي مول 16 عام مول 16 عام قال لي با جيب لي سكودر من هولندا اوكازيون يعني قديم. قلت له لا ولدي، لولدي انت اللي غيتمثلني مستقبلا في المغرب. مشيت للدار البيضاء شريته بجوج و 200، نعم سكودر. راه كاين ناس قضات في الناظور وكاين ناس في الاطر العليا، كاين ما بغيتش راه كاين في الامن الوطني، كاين كبار في الامن الوطني في الناظور، كاين ناس قضات في الناظور، كاين ناس عندهم لاسورانس، كاين ناس قراو معاه. اش كيقولوا؟ نعم نعم. اش كيقولوا؟ عارفين هادشي ولكن ما مشيتش عندهم. انا كنقول نداء، اش كنقول؟ كنقول له رجوع لله رجوع لله. شريت له كان 13 عام، درت له ثلاثه العراسات، لا الاول بعد الاول وصلت 18 عام، عطيت له ترواسه كانت عندي عطيتها ليه، بقى كيمشي للمدرسه بالترواسه، نعم. كيقولوا لي كيقول لي الاستاذ مشيت روحت من واحد العام مشيت عند الاستاذ ديالو تودي الاستاذ ولدي واش كيقرا شويه، قال لي بدر ولدك، نعم. قال لي
كيفاش غيقرا لك ولدك كيجي مع صحابه في التروسة وانا كنتمشي على رجلي؟ عبد الكريم الخطابي، ثانويات عبد الكريم. الله الله، يعني لو كان دارها لي شي واحد، انا ما شفتني واحد في الحياه ديالي، انا تجاري ما شفتني لا في اوروبا لا لا، ولكن ولدي ولدي حاجه اخرى. ما عمرو عرفت اللي غيكون بهذا، ما عمرو ما عمرو. دابا تلفت، سمعت في التجاره الخارج، سمعت خدام راه عندي واحد العدد خدام هولنديين كيشتغلوا عندي. دابا كاين اللي كاين الناس اللي كتشوفوا فيا، لان اللي عملت مع ولادي ما درت حتى واحد. نعم نعم، عيطت له قلت له هذا العام ما رانيش مزيان، بغيت هذا العام قبل ما نكملوا نديروا قهوه وريستوران العماره كامله، ولكن القهوه والريستوران وهذه وهذه ما نديروهاش حتى نديروا الشركه. تما كنبقى كثر واحد المره اش قال لي في التليفون؟ نعم نعم، به هو اربعه، اما الباطو بصحته، اما الاملاك اللي عندي في الناظور، عندي حي صناعي حاليا، عندي حي صناعي في الناظور، عندي في بلينصار، عندي في سلوان، عندي واحد العدد الاراضي، عندي في شارع صلاح الدين الايوبي، عندي في شارع القاهره. حتى هو عمره ما عنده شي محل، شي محل درت له انا، درت له شركه ولغوها. علاش لغاها؟ لان خمجها مع الدراهم، خايف كيتسنى 5 سنين حتى تموت، وصلت 5 سنين كنقدر نوقفها. علاش؟ لان انا با منين درت انا باش نحكي لك، جات 2001 لا روحت من الخارج، جيت قالوا لي الترواسه مشات. فين مشات؟ لان كان درت له الخطوبه باش قال لي غنخرج من المدرسه، ما يعني ما نقراش صافي. قلت له استاذ الشيء شنو قال لي؟ شنو قال لي؟ قال لي واه با صافي، انا ما بغيتش نقرا. قلت له غادي ندير واحد نمشيو للحسيمه، واحد العائله ديالنا تما في الحسيمه، ندير لك خطوبه حتى رجع المره، ندير لك الزواج. هذه غير خطوبه. مشينا فعلا ندير لك خطوبه، مشينا انا وامها وسميتو صافي، غادي نرجع للخارج ونرجع ندير الخطوبه. اش دار هو؟ بقى كيمشي على الخطيبه ديالو، ربما دابزو ربما مش عارف، دار اكسيدون بوع الماء ذاك تروسا مشات. ملي وصلت انا للمغرب رجعت قلت لي مو راه من سيدس مشات. قلت له الكبادر ما وقع له والو، الحمد لله الحديد مخلوق. كيفاش اخويا؟ بزاف. غادي نقول لك شنو درت له في 2001، راه معروفه في الناظور. 2001 رجعت لهولندا، منين هرز ذاك الطوموبيل شريت له قوقاوه اللي كتسميوه انتوما، تمشات 13500 كيلومتر، شريتها من المانيا نهار فاش خرج الاورو. اش درت؟ مشيت نعم اسيدي بذاك كيسميتو، ديت الفلوس من هولندا، مشيت لالمان شريت له الطوموبيل 27000 اورو. منين شريت له الطوموبيل هو تسحب له غادي نجيب له السياره القديمه، يعني كانت السيكلاس القديمه وكاينه هذه. لا حتى لحقت النظر قلت له هكا ولدي المرسيدس شريتها ب 27000 اورو، وكنت كنتمشى بها في النظر شهر، لان انا عندي الوراق ديال اوروبا. حتى وصلت حتى وصلت السياره شهر، مشيت عشرت له ب 11 مليون ديوانه ديال بنصار. علاش؟ ها هي اولدي السياره ديال 40 مليون 39 مليون. يلا رجعت للخارج، يلا التجاره غادي المغرب هو غادي مزيان ماشي، ولكن تسحب لي غادي غادي في التجاره مزيان، كتهز وتجيب وتحط وتجيب وتجيب. جبت الزجاج من سوريا، جبت الزجاج من مصر، جبت الزجاج من هولندا، لي بارافيز ماكسيكار اونيكار ايطاليا، كنت معاهم عاود، خدمت مع فايل كلاس ماس كلاس سبلينتكس الزاج هولندا، هو ما يعرفوش كاع، ما يعرفوش. الصدمة الأخيرة صدمة العمر، كنت جيت لإسبان لا في رمضان بعد الأول، يا ولدي علاش راني مريض؟ علاش كتفي التليفون عليا؟ علاش ما كتهزش التليفون؟ نعم، رد عليا مرة واحدة
اش قال لي؟ قال لي شحال كتسال؟ اه صافي تصدم، شحال كتسال؟ نعلو. قلت له انا شحال كنسلك؟ الله اكبر الله اكبر، راه النظر عامر عار الا رزقي هذا، ولكن انا كنت خدام لكم. نعم عمرو فكرت في روحي، لان رب العالمين عطى لي واحد القبضه على ولادي ما كايناش في العالم، ما نعرف علاش. كنقول يا ربي لو كان عطيتني شي كبده اخرى، فهمت؟ انا واعرف التجاره واعرف كل شيء، ولكن مع ولادي لا. انا ارض لا، درت العمليه في هولندا مزيان، ومن تماك بريت شويه، لان كان درت واحد الكونترا، شريت واحد بارتما في اسبانيا، ما عرفتش هو ولا غيره، شريتها في توري فيخا. توري فيخا شريت واحد بارتما، شريتها ب 196 الف اورو. علاش؟ باش يبقاو يجيو ولادي حتى هما يجوزوا الفاكاسيون. وعندي واحد البنت كتقول لي انا راه دابا في الاسبان، كتقول لي انا ابا بغيت ندير لجوء، لان ولك اللي كاين ملياردير، ولكن ولا ولادو كيهربوا يديروا لجوء اسبانيا. علاش؟ قلت انا المستقبل ما عنديش، عندي ولدي وراه غربي هذا، انا ماشي نقول لك يعني، لان عندها واحد الولد هو منين داها لاسبان، هو بعد الاول فاش كنا كنبنيو تقريبا كبروا، اش قلت انا هذا غادي ندير الوصيه بعد وفاتي، غادي ندير له دابا الوصيه قبل ما نموت حفيدي. قال لي لا ود اش بقيت القلاعه، لان احنا اصلا الوفاء. قال لي واش بقيت انت القلاعه يبقاو يدخلوا لنا للدار، راه غادي دابا غادي يكبر غادي يمشي عند الدار. هذا الواقع، كاين الزيادة ما كاينش النقص، فهمت؟ استمرينا، مشيت شريت دار توري فيخا، درت واحد الورقة كيسميتو النية، شهادة السكنة، جبت طلعت للمغرب، طلعت للمغرب. أنا قلت له في التليفون، قلت له تهرب اللي كتقول، قام راسك في المحل على ما نجي، ولا خرج المحل سد المحل عطيه قوتك على ما نجي. واش دار؟ طرق، كان شريت له واحد البارتمون في الناطق في الانصار. فلوسي، ولكن راه السميه ديالو، لان درت له ثلاثه العيال الزواج، لان انا في الاول عمرو ما عرفت الا هو ما كيولدش،